ماتش الاتحاد فرق ايه عن ماتش الغزل والمقصه؟ الاهلي يعني تيم الاهلي، تيم الاهلي ايه اللي حسيته مختلف في الفرقه وفي الكره اللي مختلف ان انت عندك لما بيغيب حد، يعني بيغيب حد من اللعيبه او من القوام اللي انت لسه واخد بيه بطوله، او ال 12 او 13 لعيب اللي انت معتمد عليهم، بتشوف اكرم توفيق بيخش ازاي، بتشوف البدائل بتخش ازاي، ثبات المستوى لعدد كبير من اللعيبه اللي انا بشوفه هي لعيبه مؤثره في الفريق، مفاتيح لعب، ثبات مستوى بتاعها هو اللي بيأثر مع الفريق بالصوره الايجابيه اللي احنا شايفينها. حسين الشحات بيعيش احسن حالاته، كهربا في احسن حالاته، دي مفاتيح لعب مهمه النادي الاهلي، وخصوصا كل ما بيبقى عندك مفاتيح لعب كتير وفايقه، اي فريق هتلعبه هيواجه صعوبه كبيره. محمد هاني من اليمين، علي معلول من الشمال، هتلاقي حوالي 6 أو 7 مفاتيح لعب هم فارقين معاك بشكل كبير. غاب السوليه، بتلاقي اكرم توفيق موجود، تلاقي حمدي فتحي موجود، تلاقي اليو ديانج موجود. دي الميزه اللي بتميز الفرق الكبيره، الفرق الكبيره اللي عندها البديل احسن من الناس اللي جوه. فلما بيكون عندك 25 نجمه و25 ناس لعيب في الملعب كلهم بنفس المستوى، اكيد لما بيغيب حد هتلاقي هي نفس طريقه اللعب. أيوة. ودي الميزه بتاعت مستر موسيماني، ان هو مثبت طريقه لعب على اي حد يلعب، يعني اي حد يلعب هتلاقي نفس طريقه اللعب دي. هو بيغير طريقه اللعب من داخل المباراه، داخل المباراه بيغيرها، ودي بترجع للقماشه اللي معاه، لنوعيه اللعيبه اللي معاه. لما بين حد من مركز لمركز، يعني عندك كهربا مثلا ممكن يلعب طرف شمال او فيرويد، فهو عنده المرونه التكتيكيه. وشريف نفس الحكايه برضه، وشريف نفس الحكايه، ومكان جديد على شريف ان هو بيلعب فيرويد صريح. ايوه. فالراجل ساعات بيقلب الطريقه، بيلعب 4-1-4-1، فاللي بتجيب الاجوان كلها هتلاقي الناس اللي جايه من تحت. فدي الميزه بتاعت مستر.